كم هذا الخيار؟ خيار ما باش 170 170 170 ريال. زين باش تشتري معك هذا الخيار؟ وبشيل له صراحة والدي ما ضبط معي اليوم، بشيله وبعطيك عربون منها وبعودك بعدين. طيب. مشاهدينا الكرام، صناعة الخناجر والسيوف والفضيات من الصناعات التقليدية المتوارثة في ولاية أدم والتي ما تزال باقية حتى الآن. معنا في هذا اللقاء أحد رواد هذه الصنعة، هو العبد بن محمد بن علي الشيباني. الوالد، نقول لك كل عام وانت بخير. نعم. هذه الصنعة من كم سنة صار لك تمارسها؟ يعني والله تقدير 40 سنة. تقدير 40 سنة. هي. يعني من يوم وانت صغير؟ من يوم وانا صغير، وانا من مارست هي اني قادر 40 سنة. نعم. من اللي علمك؟ والدك؟ لا، علمنا والدي يخدم واحبابي يخدم واولاد عمي يخدموا وانا خدمت بياهم. اذا تعلمت انت منهم يعني؟ هي انا تعلمت من هلي. هلي خدم سياري وتعلمت معهم. زين، الفضة والذهب قبل لا تصنعهم لوين تجيبهم ذا؟ هذا قلت لك ان الفضة نطلعها من الكرشول. والذهب يعني ناخذه من مسقط وشيء من الهند يورد علينا. هذا اول. هي اول. والحين؟ الحين تو كله من عمان. ايش انواع المصوغات اللي تصنعهن؟ اصنع من ختم مال عرب، خدمت مال النسوان، خدمت الخنجر، خدمت الحنحون، خدمت الدق، خدمت التلاحيف، خدمت عيصان الخشوم، خدمت العيصان مال قدران، خدمت التلاحيف، خدمت تباليغ مال الخناجر، خدمت الخنجر، خدمت اي حاجه وانا اخدمها. ما شاء الله. زين، ايش اول حاجه صنعتها؟ اول حاجه ما تذكر اول شيء صنعته؟ نعم، اول تعلمت شو الختم. شو الختم؟ كحلات واختم ما المفتولات. هذا اول شيء. اول شيء، وحتى اختم شبه قدرت اتعلم فيه اني شبحت وخلاف. خدمت من كبار الخدمه اي حاجه خدمتها. شو الخدمه وبعدنا اخدمها لدب. صناعة الخنجر في ولاية أدم تختلف عن ولاية نزوة؟ نعم. أيوة، تختلف. حبيب أدم تخدم تكسيرة. أيوة، تكسيرة تبرة وتكسيرة شفت، ونزوة تخدم قلم. هذا يخلف من هذه الناحية. هي من هذه الناحية الخدمة، هذه نزوة ما يخدموها فيها، خدمة القلم بس. وبالنسبة للسيوف؟ والسيوف السيوف هناك خدمة سيوف أزيت في نجوة. حنو هنا نسوي صفايح نسويهن، اسمع، ونسويهن كبوع. قلت هذا شيء سهل، ما الناس تعمل شوية نجوة، لكن نجوة يخدموهن قلع نقش.